السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وصحة عيدكم، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صالح جدا لنا اليوم تأتيكم بتهاني العيد من مختلف ولايات الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تابعوا معنا. واش حمزة صحة عيدة؟ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتمنى الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية وكل ولاية النعمة بعيد الأضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير. نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لكافة الأمة الإسلامية والشعب الجزائري وأهل ولاية النعمة بعيد أضحى مبارك إن شاء الله، تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال. نتقدم بأحر التهاني لكافة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهني الأسرة الجزائرية كافة اللي راه هنا في البلاد ولا خارج البلاد. بمناسبة عيد الأضحى أتمنى للجميع عيد سعيد، أهني العائلات الجزائرية تهاني حارة، وتمنياتي لهم عيد مبارك وسعيد. نقدم لكل العائلات الجزائرية عيد مبارك إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتمنى للأمة الجزائرية والإسلامية عيد مبارك بدون نسيان القطاع الصحي من مختلف الأسلاك. أحيي المسلمين جميعا بأطار العالم، وبالخاصة الجالية الجزائرية في أماكن المقدسة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتمنى عيد سعيد للأمة الإسلامية وعودة ميمونة لحجاجنا. نحن مجموعة الشبه طبي لسنة 2021-2023. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نبارك العيد بالنسبة للشعب الجزائري من بلدية خميس ولاية سوق هراس، ونقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. نقدموا تهاني العيد لكل الجزائريين وكل المسلمين عبر العالم الإسلامي. عيد مبارك سعيد لكافة المسلمين. نتمنى لكم عيدا مبارك وكل عام وأنتم بخير. نتقدم بكل تهاني لكل الأهل والأقارب والأحباب والأصحاب عبر كامل ربوع الوطن، صحة عيدكم. وهني الشعب الجزائري والأمة العربية والإسلامية جمعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا سنين، عاده الله علينا وعليكم سنين عديدة ومديدة. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات بجاه سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وأحيانا وإياكم لأمثاله سنين عديدة وأزمنة مديدة، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم باسمي الخاص واسم كل الأسرة الجمركية بأحر التهاني وأخلص العبارات، متمنية إلى الأمة الجزائرية وكل الأمة الإسلامية بعيد مبارك. أتقدم إلى كل الشعب الجزائري عامة، أفراد الدرك الوطني، الجيش الوطني الشعبي، بأحر التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. باسمي وباسم المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني تامو، أهني كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى. أتقدم بأحر التبريكات والأماني للشعب الجزائري الكريم والأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة السعيدة. أعادها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بمزيد من الأجر والبركات والرحمة والمغفرة. أتقدم إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية عامة بأحر التهاني، متمنيا إن شاء الله للجميع عيد سعيد. عيدكم مبارك إلى كل الشعب الجزائري خاصة وإلى كل الأمة الإسلامية. إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله تعيد كل الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله وعلى خير. مبروك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله مزيد من التطور إن شاء الله لبلادنا. نتمنى أن يكون عيد مبارك لجميع الجزائريين وجميع العربية والإسلامية خاصة الجزائرية. عيدكم مبارك إن شاء الله الشعب الجزائري كامل وخاصة الشعب الفلسطيني، وبارك الله فيكم. ها نحن اليوم نحتفل بعيد الأضحى المبارك، هذه الشعيرة المقدسة التي يفتخر بها الجزائريون ويحتفلون بها على غرار مواطني سكان العالم والمسلمين. لذلك أتقدم بأحر التهاني إلى سكان ولاية قالما بصفة خاصة وإلى الجزائر بصفة عامة والأمة الإسلامية قاطبة. يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني وأجمل الأماني لجميع الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
تقدم إلى كل الأمة الإسلامية عامة والشعب الجزائري خاصة ومواطني ولاية قلمة بالخصوص بكل التبريكات. نتمنى إن شاء الله أن يحل علينا هذا العيد بكل صحة وعافية وأمن واستقرار لبلدنا، خاصة ونحن نعيش نفحات عرس تاريخي وهو الذكرى الستينية للعيد المزدوج لعيدي الاستقلال والشباب. عيد أضحى مبارك لكل عائلات الخنشلية والجزائرية ولكل الأمة الإسلامية. نهني كل الشعب الجزائري بصفة عامة وساكنة ولاية خنشلة بصفة خاصة، ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير وألف صحة وهنا إن شاء الله. نتقدم بأحر التهاني لكل المسلمين ولكل الجزائريين بصفة خاصة. عيد مبروك لكل الجزائريين وخاصة سكان خنشلة، إن شاء الله يكون عيد مبروك وعيد تاع فرحة وهنا على بلادنا. احنا في نهار العيد اليوم نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير للشعب الجزائري والشعب الخنشري، وهدي هذا العيد المبارك إلى أبي وأمي، نقول لهم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير وربي يحفظكم وربي يطول في عمركم. كل عام وانتم بخير إن شاء الله يفوت عليهم بالصحة والهنا. عيد أضحى مبارك، صحة عيدكم لكل شعب الخنشري وشعب الجزائري. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتمنى عيد سعيد للشعب الجزائري والأمة الإسلامية. بمناسبة عيد أضحى نتقدم للشعب الجزائري كافة عيد سعيد وعمر مديد إن شاء الله. ربي يستر الأمة الجزائرية وإن شاء الله عيد بخير عليهم كل، وإن شاء الله نقول كل متهنيين كل إيد واحد. الحمد لله العام اللي فات كانت مع كورونا سترس كبير، عقبنا عيد مش نعلازم المرة هذه الحمد لله يا ربي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتوجه لكل الأحباب والأقارب ولكل ساكنة ولاية أضرار بهذه المناسبة السعيدة، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نهني جميع الأمة الإسلامية على عيد الأضحى. أتقدم باسمي وباسم الشعب الأنزقميري والأضراري إلى كافة الشعب الجزائري بأحر التهاني. ونهني الشعب الجزائري ونهني الأمة المحمدية بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى، ونهني الأحجاج بوقوف عرفة وتمنى لهم حج مبرور وسعى المشكور وتجارة لنتبور. نهني الشعب الجزائري عامة والشعب الأضراري خاصة، نقول لهم عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة إحياء عيد الأضحى المبارك يشرفني أن أتقدم إلى الشعب الجزائري وإلى الأمة الإسلامية بأصدق عبارات التبريك. أهني كل أصدقائي وزملائي وبخاصة عائلتي، وحي خالي عبد العالي الساكن بولاية الصيف. عيد الأضحى المبارك للوالدين الكريمين الأب والأم، وكذلك لكل أسرتي وعائلتي إلى كل أبنائي. نتمنى من الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار في بلادنا الجزائر الحبيبة. أتقدم بأحر التهاني إلى كافة عمال مركز التكوين المهني والتمهين بن سلامة مخلوف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عيد مبارك سعيد لكل الجزائريين وكل الأمة المسلمة وبالخصوص الشعب الفلسطيني، وما ننسوش عيد مبارك سعيد ثاني لقناة النهار. أتمنى للشعب الجزائري عيدا سعيدا مبارك إن شاء الله، وإلى سكان بلدية سيدي يعقوب. أتمنى هذا اليوم عيد سعيد لجميع الأمة الجزائرية. نبارك للشعب الجزائري وللأمة الإسلامية العيد الأضحى المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية في نصر وتمكين وتطور وازدهار. نهنئ الشعب الجزائري خصوصا والأمة الإسلامية عموما بهذا اليوم المبارك الأغر الذي هو عيد الأضحى، الذي ختمت به الأيام العشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. نسأل الله تعالى أن نكون ممن وفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عيد الأضحى المبارك لنا ولكافة الشعب الجزائري ولكافة الشعوب الإسلامية. عيدكم مبارك. 58 ولاية تعيدوا تزيدوا إن شاء الله. لي فامي لي زامي إن شاء الله عيد مبارك لنا ولكم كاع الأمة المسلمة، وينعاد علينا بالخير إن شاء الله. عيدكم بالصحة وهنا. بالمناسبة نحيي عائلتي. مرحبا بكم قناة النهار هنا في المدية، عيدكم مبارك، الله يجعل قبول إن شاء الله ليكم وللأهل والأمة المسلمة والحجاج تاوعنا اللي راهم في مكة المكرمة. صح عيدكم كامل الأمة المسلمة الجزائرية، مرحبا بكم في المدية وصح عيدكم. نوجه تحياتي الخالصة إلى كل سكان بلدية عين حجر وكل سكان ولاية سعيدة والجزائر خاصة. نتمنى لهذا البلد إن شاء الله التطور والنمو. نتمنى للشعب الجزائري عيد مبروك
والمرضى ان شاء الله الله يشافيهم، وحجاجنا اللي راهم مشاو يحجوا ان شاء الله يروحوا بخير ويجوا بخير ان شاء الله. عيد الاضحى مبارك وتعيد الاسلام كاع بالسلامه ان شاء الله. نتمنى كاع الشعب الجزائري والعائله الكريمه عيد سعيد وكل عام انتم بخير ان شاء الله. نتمنى لكل الامه الاسلاميه والجزائريه خاصه عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.